ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية، إعداد تقديم الأخضر بختي. كوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها. كعشب كرطب كسلة زهر مالت على بلور نافذة، كوشم قلب كجذب سماوي كإحاء كحناء على كف عيد، كماء كبهاء كحرف حاء حنى إلى باء. تأتي ضيفتي، أهلا بكم وطيب الله ممساكم. ضيفتي هذه المعطرة بشغف الحرف في ليل الحكاية، في تجلي الغواية، في صمت الرؤى والأقاويل. ضيفتي هات التي تسامر وحدها بما تأتى لها من كلام مباح سر كل شاردة في حضرة البوح، فتقرأ دليلها طريقا إلى سدرة المعنى. هي تكتب في غفلة ما يؤرق الحزن، وتبحث في العيون عما يؤجج الفرح في الأغنيات العاشقات. هي طالبة اختصارا، المبدعة الواعدة فاطمة الزهراء حسيني. فاطمة الزهراء حسيني طالبة بقسم الفنون بجامعة مولاي الطاهر بسعيدة، تخصصت في السينما إيمانا منها بقوة الصورة في تجلياتها على جنريك الحياة. أثرت الكتابة سبيلا لتفتيت اليأس ومعانقة الحياة، طرقت باب الخاطرة والقصة فباحت بجميل الكلام. سعيد بها ضيفة وصديقة ومبدعة وموهبة ستضيء يوما نجمة في سماء الكتابة. فاطمة الزهراء حسيني، مساء جميل، مساء بهي، مرحبا بك في رحاب ضفاف ثقافية. شكرا لك أستاذ. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر والثناء من قلوب ملؤها الأخاء لاستضافتكم لي. يا الله كلام جميل. لي جزيل الشكر والعرفان بعدد قطرات المطر وبعدد من حج واحتمر. عبارات تخجل منكم لأنكم أكبر منها، فلكم الفضل في تحويل الفشل إلى نجاح ورفع العزيمة والمعنوية لدي، فأنتم أهل التميز والتقدم. ربما لا تستعفى الكلمات في قول كلمة الحق فيكم، فأنتم نعم المستضيفين والموظفين. ولك يا صاحب التميز والأفكار النيرة الأستاذ بختي أزكى التحية وأجملها، أنداها وأطيبها، أقولها بكل ود وإخلاص. تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام. شكرا على هذه الاستضافة الرائعة. يا الله كلام جميل. إذن ستكون هذه الجلسة أكثر بهاء بوجودك يا فاطمة. فاطمة الزهراء حسيني، الكتابة والولع بها يعني يبدأ صغيرا مع الطفولة، مع الخربشات الأولى على كراسي الذكريات والمذكرات كذلك، ويكبر مع الأيام. لا شك أن البداية يا فاطمة كانت هكذا. نتحدث قليلا عن طفولتك وعن ارتباطك يعني بالكتابة وبحب الكتابة.
منذ الصغر أحب الكتابة لأنها فن ولأنها خاطرة، لأنها شيء جميل يشعرني بالراحة. وأول يوم بدأت به الكتابة هو يوم 28 من شهر فيفري لسنة 2012 على الساعة 4 مساء. كنت أراجع دروسي من أجل الامتحان. كانت أمي مريضة جدا على فراش الموت، عانت كثيرا بسبب مرضها حتى لم تكن لي الفرصة أن أبقى بجانبها طويلا. كانت تلك الساعة آخر ساعة أقضيها مع أمي، إذ بأختي تناديني كي أراها. ذهبت مرارا وتكرارا، كنت في 11 من عمري، لم أكن أعرف ما هي فراق شخص ما أو حتى الموت. كالعادة ظننتها كالمرات السابقة. قالت لي أختي أن أمي مريضة جدا وقد تفارق الحياة في أي لحظة. لم أفهم معنى كلامها ولم أشعر به. بعد ساعة جلبت ورقة بيضاء وألوان، كتبت رسالة خاطرة، كلمات إلى الله، أسأله العافية والشفاء لأمي، أطلب منه أن يعيدها إلي وبأني أحبها كثيرا ولا أستطيع العيش من دونها. تضرعت لله، بكيت، كانت أول مرة أكتب فيها وأول مرة أرفع القلم وأخط كلمات من كياني. أسأل الله أن يعيد لي أمي. بعد سعادة توفيت والدتي حقيقة، رحمها الله. يعني رحمها، أنا حركت لك المواجع يا فاطمة. لا بأس، نواصل. حقيقة بكيت قليلا لأنني لم أصدق أن أمي قد ماتت وتركتني. كنت أتساءل هل يمكن أن أضع في موقف كهذا؟ فراق أمي، الوحدة، الحياة بدون أمي. ومن ذلك اليوم أصبحت أكتب، أي منذ طفولتي. كانت حياتي عادية جدا جدا، طفولة عادية، أم، أب، وإخوة، وحتى جدة. لكن غياب فرد من الأسرة جعلني أكتب وجعلني أقول كلمة لم أستطع أن أقولها فكنت أدونها. وهذا ما جعلني في كل مرة أشتاق إليها أكتب، كل مرة أحن إلى حضنها أكتب، وكل مرة أتلهف لصوتها أكتب. كنت أكتب كثيرا ثم أخبئ كتاباتي. السبب الوحيد الذي جعلني أكتب هو صمتي، هو الخوف من الصراخ والبكاء، هو الغصة الموجودة داخلي منذ وفاة أمي. وها أنا أول مرة أصرح بذلك وأقولها بأنني منذ وفاة أمي أداوم على الكتابة. حركت لك المواجع يا فاطمة، وأنا متأسف جدا. لها الله يعني في هذا المقام، لها الله برحمته الواسعة ولك منها رضاها كذلك. فاطمة الزهراء حسين، يعني كل كاتب يعني يكتب عن شيء ما، يكتب ليخرج ما خبأه الداخل العميق الذي لا يستطيع الآخر الاطلاع عليه. لماذا تكتب فاطمة؟ أكتب لكل شخص منا نظرته للكتابة، طبعا تتعدد أسبابها وتختلف إجاباتها. نكتب لنخرج المكنونات من صدورنا، لنفصح عن المكبوتات التي سكنت دواخلنا، للهروب من الواقع والفرار إلى الورق. نكتب لأننا نتألم ولا نجد أنقى من صفحات الورق حاضنا لآلامنا، لنهرب من عالم الكذب والنفاق إلى عالم من حبر الورق، عالم نحب ونكره، نحزن ونفرح، نصرخ فيه، عالم نقول فيه الحقيقة. الكتابة موهبة وإبداع ونعمة وإحساس ورفاهية، هي هذا الكل يعني المتكامل حقيقة. الكتابة هكذا، هذه هي الحقيقة. إضافة إلى أنني أكتب لأخلق من رحم الألم الأمل، وببساطة أكتب لأن الكتابة وطن يفتح الحدود. وكما أجابت أنانيس يان، لماذا يكتب المرء؟ سؤال يمكنني الإجابة عليه بسهولة بعد أن طرحته كثيرا على نفسي. وهذا هو السؤال الرهيب يعني فيما يخص الكتابة والذي يوجه دائما للكتاب. أعتقد أن المرء يكتب لأنه يجب عليه أن يخلق عالما يمكن أن يعيش فيها. لم يستطع العيش في أي من العوالم التي عرضت عليها، عالم والديها وعالم الحرب وعالم السياسة. اضطرر إلى خلق عالم خاص بها، من بيئة ووطن وجو يمكنه التنفس فيه، وإعادة بث النفس كلما دمرتها الحياة. هذا هو اعتقادي السبب وراء كل هذا. وبالتالي يعني كل كاتب يا فاطمة يصنع عالمه الخاص ويرسم ملامح هذا العالم طبعا. أجل، إضافة إلى ذلك فليس كل من يكتب باحث عن شهرة أو غاية، إنما هناك أرواح أرهقتها الحياة. جميل. فأصبحت حياتها بين السطور،
نكتب لأن الكتابة ولادة متجددة لأفكارنا، على الأقل لا تبقى حبيسة. الكتابة فعل سام وراق يتوجب أن يسخر لنا كل ما هو خير، وكما قيل إما أن تكون خير وإما أن تكون رسالة نبيلة تسعى لأن تضمد جرحا أو تسعد قلبا أو تنير عقلا وأن تنشر حبا وسلاما. والكتابة يعني هذه مهمة الكتابة طبعا، نشر الحب والسلام والمحبة بين الناس. إذا ماذا تكتب فاطمة في الغالب؟ أصبحت الكتابة حبيبتي ورفيقتي والدتي، وأصبحت أسيرة قلبي. أكتب أغاني وأكتب قصصا بسيطة، أكتب كلمات وخواطر، وأكتب كل ما يجود في ذهني. وترسمين كذلك يا فاطمة؟ أجل، أرسم وأغني إضافة إلى ذلك. جميل. فيوما أغنية شوق وحب، أغنية نسيان وخذلان، أغنية فرح وسعادة، أغنية أمل وألم، أغنية فرح وقرح، ويوما قصة، قصة فتاة أعطتها الحياة كل ما تمنت، وقصة عن أخرى خذلتها الحياة، قصة عن الواقع المعاش، قصة عن اهتمام وعن نسيان، قصة عن عبرة وعن نصيحة، وكل قصة أكتبها تحكي تفاصيل حياة أبطالها، نهايتها إما سعيدة أو تعيسة، وأحيانا أدعو القدر يحدد نهايتها. حقيقة أكتب أيضا كلمات وجمل، كلما شعرت أن الإنسان بحاجة لتلك الكلمة أكتبها، إذ كان وحيد أقول أن الله معك، وإذ كان حزين أكتب أن الله قال لا تحزني، وإن كان فرحا أكتب ليتها تدوم فرحا، وإن كان يبكي أكتب كفى دموعا وكفى حزنا، أكتب وفقط. حقيقة أني أكتب خواطر تحكي ما لم يستطع اللسان لفظه ولم تستطع الدموع التعبير عنه، أكتب عن الحياة التي ظلمت إنسان وآخر كانت معه، أكتب خواطر ما أشعر به في كياني تصف شعوري تؤنسني وتكون عالمي، أكتب خواطر لأنني أريد أن أحكي شيئا لكن لن يفهمني أحد فأضع الورق لكي أخبره ماذا أشعر، أكتب خواطر لأنها متنفس لي ورسم لواقعي وأحلامي وثورة حواسي وصدق مشاعري، لأنها في الغالب كلام لا أستطيع أن أبوح به فيتجسد على شكل خاطرة أو كلام نثري أو قصة أو أغنية لأعبر عن أفكاري. ولا أتحدث كثيرا، لربما الكتابة أصبحت أكثر جرأة. أكتب الخواطر لأنني أثق في الورق أكثر من البشر، فالورق لا يغير كلامي، لا يضيف ولا ينقص ولا يشوه معنى الخواطر والقصص. والأغاني هي طفولتي وحاضري ومستقبلي، لأنها الحلم الذي لن أسمح أن يسقط مني مع الأحلام التي أسقطتها الحياة رغما عني. يا الله، كلام جميل. ومهمة الكتابة صعبة يا فاطمة، يعني بحق. يعني فاطمة الزهراء حسيني، الكتابة يعني هي فعل وممارسة من أجل مجابهة اليوم الواقعي، كما تفضلت يعني بالكلمات والتعبير عن الحالات النفسية والشعورية التي تنتابنا دائما. في الكتابة بالتالي هي فعل مقاوم بامتياز. هل الكتابة يا فاطمة هي فعل يعني تفريغ، أم أنها يعني مجرد تسلية وفقط؟ حقيقة لكل منا وجهة نظره للكتابة. طبعاً. فهناك من يراها تفريغ والآخر يراها مجرد تسلية، لكنها شكل من أشكال الحديث مع النفس، والأفكار قد تمنح الرضا لكنها لن تكون كافية لتفريغ ما بداخلنا. أكيد. يقال أن الطبيعة الإنسانية تفرض نفسها باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع إيجاد نفسه إلا مع غيره، وإن لم يجدها فيجدها بين نفسه ونفسه. قد تمر بالإنسان لحظات وأوقات صعبة لا يوجد نفسه إلا والقلم بيده، يكتب لأن كل النوافذ غلقت في وجهه وكل محطات اللجوء رفضت، يصاب بحالة التبلد فيكتب سطورا تفريغا لحالته، هذا لأنها فعل تفريغ. واعتباره أن الكتابة هي الأنيسة في الوقت العسير تنقله من عالم الخذلان وعالمه الحقيقي إلى عالم افتراضي، لهذا النوع من الناس فالكتابة هي فعل تفريغ لكل ما نشعر به، كما أنها فعل تسلية لكل من أعطته الحياة إبداع وأفكار فيدونوها.
حقيقة الكتاب هي عالم خاص بالمبدعين وكلام خاص بكل شخص، ولا أنكر أن الإنسان حين يكتب يستدعي كل مشاعره ويسلي نفسه بها. أكيد طبعا. طيب فاطمة، كثرت مؤخرا يعني الكتابات بأنواعها، رواية وشعرا وخاطرة، وكثر معها كذلك الكتاب، لمن تقرأ فاطمة؟ حقيقة هناك العديد من الكتاب، ولكن أول كتاب قرأته هو كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم. كلما أقرأ سورة أتمعن في معانيها، فلا أقرأ أخرى حتى أفهم ما تعنيه، كالحمد لله أولا وآخرا، فرحا وحزنا، موتا أو حياة، والحمد لله طبعا على كل حال. أي كتاب الله يعني فوق كل كتاب، فوق كل كتاب. أجل، آيات قرآنية جعلتني أشعر أنني لست وحيدة وأن الله معي في كل زمان وكل مكان. آيات وتلاوات ما أروعها تقضي وقت حاجتي إليها. وقت الحزن لقوله تعالى: ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. يا صدق الله، هذه أبلغ، يقال أنها أبلغ آية قرآنية يعني. أجل، وأيضا وقت ضيق الصدر لقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقوله أيضا وقت المرض والبحث عن الدواء: وإذا مرضت فهو يشفين. ووقت السؤال وطلب الرضا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقوله أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله في قوله: أقرأ لكتابه عز وجل فهو جبر لخواطري وحل لمشاكلي وأنيس روحي. إضافة إلى كتابات أخرى وهي من أداء الكاتبة جاي آشر لسنة 2007، كتبت كتابا أسمته 13 سببا. كاتبة إنجليزية أظن. كاتبة إنجليزية. أجل، هي كاتبة تحدثت عن 13 سببا عن فتاة تقع في حالة من اليأس، سببها الخيانة والتنمر، حتى بلغ اليأس معها فأدى إلى انتحارها. فضلت الفتاة الأسباب 13 في مذكرة صوتية أرسلت لأصدقائها بعد أسبوعين من وفاتها. حقيقة ليس بالضرورة أن أقرأ لأحدهم أو أقرأ كتاب أحدهم، فالحياة كفيلة بأن أقرأها، العنوان أو العناوين. الحياة أصلا رواية يعني. أجل، فالعنوان أو العناوين التي أقرأها كل يوم كنت أعيشها، أما كتابها فهم من خلقوا كلماتها، أصبحت حافظة للحياة ومقالاتها وكل ما يتعلق بها، ككتاب الخيانة، كتاب الموت، كتاب الحياة، كتاب الحزن، وكتاب انتحار، كتاب الفراغ. أما كتابها فهم من خلقوا لها العنوان وهم من صنعوها. الحياة كانت كفيلة بأن تكون حكاية، قصة، ورواية، وأغنية، وشعر، وكلمة، حتى أنها تبقى ذكرى، حتى لو مات مختلقيها تبقى العناوين والذكريات راسخة داخلنا. لأن الحياة هي الرواية الكبرى والعظمى يعني. أجل. طيب فاطمة الزهراء حسيني، يعني والله وأنا أقرأ لك يعني بعض الخواطر وقفت يعني على بعض العناوين التي شدتني كثيرا بمأساويتها، كمثلا كعنوان أثار جروح وفراغ داخلي، إضافة إلى بعض العناوين التراجيدية الأخرى. فأحسست أن فاطمة تعيش غربة داخلية. نتحدث عن هذه الغربة يا فاطمة. غربتي حقيقة لا أدري ما سببها، مع أني فتاة مزاجية ومرحة، إلا أنني دائما أشعر بقبضة داخلي. وأنك تخفي الكثير يعني في الداخل تاعك. وكأن شيء ينتزع مني، وكان أحد يسرقني ويكتم أنفاسي، يشعرني بالغربة. أتجنب التجمعات العائلية، أفضل الجلوس في غرفة وقضاء الوقت بمفردي، أفكر بطريقة مختلفة عن الآخرين، وأتحدث بطريقة مختلفة، أسمع موسيقى حزينة ولا يسمعها أحد، أحب ألوانا تختلف عن ألوان الجميع، أحب الحياة بطريقة مختلفة، أفضل المشي وحيدة، وغالبا ما تراني مع الناس. أصبحت أعاني من غربة داخلية وأنا في وطني وفي منزلي، شيء مني مبعثر
وغير مستقر، حتى مع نفسي ما عدت أعرف نفسي. رهيب الله. أصبحت حائرة بين قلبي وضميري، بين نضوج عقلي وطفولة قلبي. أصبحت خائفة مما يخبئه المستقبل لي، لا أعلم حقيقة. ربما منذ وفاة أمي أشعر بشيء من الحنان ينقصني، ربما من الخذلان، ربما من الوحدة، وربما من التفكير كثيرا في الماضي. بالرغم من أنني دائما أبهر الجميع بطلاتي وأناقاتي وحضوري الجامح وشموخي وأنثويتي وبراءتي وحتى مرحي وضحكتي، إلا أنني أشعر بفراغ داخلي، فراغ وسواد، آثار جروح أو كدمات. يقال أنه عندما لا تبكي ولا تتحدث في موقف كان من المفترض أن تتحدث فيها، ترجع نفس الحالة في زمن ووقت ما، تبكي وتشعر بحرقة وفراغ. حقيقة أنا فتاة، غربتي سببها أنا. لربما ما أشعر بها، ظننت أن الحياة بسيطة وأن السير فيها سهل جدا، ودعت أشخاصا كانت أظن أن الوداع لن يطولهم. فرقت الموت بين وبين أشخاص كنت أظن أن الموت لن تختارهم. ربما سبب غربتي هو ظني فقط. يقال أن بعض الظن إثم، أخاف من التفاؤل فأخذل، وأخاف من سوء الظن فأصدم. ربما أن فقد الوالدة يعني أفقد الكثير من الأشياء الجميلة. أستسمح ضيفتي لأعرج على الغرفة التقنية وما اختاره الرائع الصديق ربيع في استراحته على الضفاف، ثم نعود لنستكمل الحديث مع ضيفة المبدعة فاطمة الزهراء حسيني. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم الداني. أنا موت صاري وتبات تفكري، أنا موت صاري وتبات تفكري، وتصحي من الأنات وتيجي تشقري. ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ضفاف ثقافية. عدنا والعود أمتع وأبدع مع ضيفتي فاطمة الزهراء حسيني. فاطمة الزهراء حسيني، لو طلبت منك قراءة نص نص من نصوصك يكون أقرب إلى قلبك، يعني ماذا ستختارين؟ حقيقة أنا كل النصوص أقرب إلى قلبي، لكن أثار جروح هي الأقرب كثيرا، وهي التي أفضل قراءتها. نستمع بفرح يا فاطمة، تفضل. Thank you.
آثار جروح. لو اطلعت على ذراعي لوجدت آثار جروح وخدوش، ولو اطلعت على جبيني لوجدت أثر لجرح طفولتي، ولو اطلعت علي لوجدتني بدون آثار. أتعلم لما؟ لأنني أخفيها. الآثار التي على يدي كانت بقطعة حادة، صدقوني لم أشعر بأي ألم حينما جرحت نفسي لأنني كنت متعودة على ذلك، مع أني لا أتعاطى أي شيء، لكني أتعاطى همومي ومشاكلي، هذا السبب الذي جعلني أفعل هذا. أما الأثر الموجود على جبيني فكنت أمشي وأنا ممضة العينين، وفجأة تأذيت من جبيني. المثير في ذلك أنني لم أبكي، ولم أبكي يوما بسبب سقوط أو جرح أو حادث أو ألم، لم أبكي يوما بسبب صفعة. الشيء الوحيد الذي بات يبكيني الآن هو الكلمات والذكريات، الشوق والحنين، الألم والخذلان، الخيبة والحب، هذا سبب جرحي. هناك أثار جرح في قلبي. حسنا، لا يمكنك رؤية ذلك، لكن لا بأس، سأشرح لك كيف تراه. قل لي أحبك، اهتم بي واحضني، وبعدها اتركني واقص علي، اجرحني بكلمات واكرهني، وعندها سترى الأثار، وهي عبارة عن دموع واحمرار عينين وسواد تحتهما، نقصان وزن وشعور بألم وبطعنات خنجر، الدوران والتعب، الإرهاق والاكتئاب، الحزن والسهر، الصمت. هذه هي آثار جروحي التي كانت تقتلني والآن على قيد الحياة، ومع ذلك لا بأس، فقد تعودت على ذلك. يا الله، نص جميل جميل وموحي وحمال للكثير من الدلالات. فاطمة الزهراء، يعني وأنا أستمع وأستمتع يعني بهذا النص، لو اطلعت على ذراعي لوجدت آثار جروح وخدوش، لو اطلعت على جبيني لوجدت أثرا لجرح طفولي، لو اطلعت على علي لوجدتني بدون آثار. أتعلم لماذا أنت تسألين؟ يعني لأني أخفيتها. لماذا تخفي فاطمة الزهراء حسيني هذه الجروح والآثار؟ لماذا أخفيها؟ ما فائدة الورد إن كان في وسط الصبار؟ وما فائدة الشمس إن كنت أعيش وسط الظلام؟ جميل. وما فائدة الكلام إن كنت أتحدث وسط مجموعة من الصمت؟ وما فائدة أن أحب أشياء والجميع يرفضها؟ ما فائدة الماء إذ كان غير صالح للشرب؟ حقيقة. وما فائدة النبتة إذ كانت لا تثمر؟ ما فائدة أن أدع الجميع يرون جروحي ولا يشعرون بي؟ أو ليس من حقي أن أخفيها؟ وجدت الغدر والخيانة مما أحسنت إليهم. ماتت من كانت الحنان وعشت وسط الآلام. أشعر بالوحدة وسط هذا العالم المليء ببشر. أشعر بالقهر الذي يقتل قلوب المظلومين، ولا أشعر بالقهر على نفسي. أستضيف قلوب العديد وأعطي الحل للكثير، ولا أجد من يقف بجانبي. أو ليس من حقي أن أخفي جروحي وأثرها؟ إنها المواقف تغير فينا الكثير، مواقف لم تكن في الحسبان، لكنها علمتني معنى الانتباه على تصرفاتي. فلا أتوقع من الجميع أن يفهم تلك التراكمات بداخلي، حتى وإن رأيت جروحي للعالم والناس صدقتني أنهم سيضحكون ولن يشعروا بما شعرت أبدا في تلك اللحظة. يرهقني جدا أن أخبئ وجعي وجروحي، ولكن يجب علي بالكتمان. فمناداتهم لي بالقوية وهم يجهلون جراح متغلغلة عميقا تجعلني أشعر بأنني قادرة على إخفاء ما هو أكثر من تلك الندوب. حقيقة تعجبني فكرة أنهم يروني كما يشاءون، وأنا دوما ما كنت ألعب دور الممثلة البارعة
في ارتداء أقنعتي. كل منهم ينظر إلي نظرة مختلفة ويرسمونني كما يشاءون، ونسوا أن كل الأقلام ليست كبعضها التي لا تصلح للرسم. بالرغم من الضيق الذي أشعر به وعجزي على ترجمته، لكني أفخر بنفسي مهما كانت خيباتي. يكفيني صمودي وصبري وثباتي، يكفيني أن أقاوم ألمي بذاتي. والداخل يعني ما هو بالداخل يبقى بالداخل يعني. وما هو بالداخل يبقى بالداخل. حتى ولو أخرجته فلن يستطيع أحد فهمه. أكيد أكيد. فاطمة الزهراء حسيني، وأنت تكتبين يعني منذ الطفولة إلى يومنا هذا، ماذا تعلمت من الكتابة؟ علمتني الكتابة كيف أقف مرفوعة الرأس وداخلي يحترق. علمتني كيف أخفي مشاعري. علمتني أنها وفية وليست كالبشر. علمتني أنها لا تفشي أسراري، وكل ما أقوله لها تخفيه. علمتني كيف أكتب ما أشعر به. علمتني كيف أكتب عن الحزن وأنا في أشد فرحتي. كيف أكتب عن العزلة وأنا وسط آلاف الناس. كيف أصف الظلام وسط النهار. كيف أكتب عن المطر وسط الصيف. علمتني الكتابة كيف أقف في وجه العاصفة ولا أرمش عين. علمتني الكتابة كيف أصافح الناس وأنا أعلم أنهم خائنون. كيف أحب الناس وأنهم منافقون. كيف أصدق الناس وهم كاذبون. علمتني كيف أشعر بهم وهم صامتون. علمتني أنها الوحيدة التي لم تخذلني حين خذلني الجميع. أن القلم كان أبي وزوجي وكل شيء، والورقة كانت أمي وعائلتي، ولم تتركني يوم الضيق. حتى وإن قطع الورق سأكتب في الجدران، سأكتب في الهواء، سأكتب ما في قلبي وفي داخلي. حقيقة علمتني الكتابة أن أكون أكثر جرأة في أصابعي وأقل كلام. علمتني كيف أخفي جروحي وآلامي، كيف أحلم وابني أحلامي. علمتني الصبر التأني، أن أكتب كل أحاسيسي كي لا أندم إن قلتها. يا الله، وتبقى الكتابة يا فاطمة هي المدرسة المثلى وهي المعلم الوفي يعني في هذه الحياة. فاطمة الزهراء حسيني، هل المجتمع يعني في اعتقادك المجتمع اليوم في حاجة إلى الكتابة الأدبية، خاصة في واقع يحتاج لأشياء هي أكبر يعني من الأدب والكتابة؟ المجتمع بحاجة إلى الرقي، بحاجة إلى الثقافة، بحاجة إلى السعي وراء بناء المستقبل. كتبوا كتابات أدبية وكتبوا مقالات، كتبوا عن الحرية وعن كل شيء، لكنهم لم يحققوا شيئا من ذلك خاصة في مجتمعنا. الحقيقة أن الكتابة هي فن من الفنون الجميلة التي تعكس لنا الحياة ووسيلة للتعبير عن القيم والشخصية، وهي مفيدة جدا. حتى وإن مات كتابها تبقى الكتابة معبرة ونصيحة. ما لم يجعل المجتمع متطور هو فقدان الأمل. كمثال، أنا أحب الكتابة وأكتب كثيرا، سواء روايات، قصص أو خواطر، وفقدت الأمل لأن ولا شخص احترف بكتابتي، فبالتأكيد بعدها سأفقد الأمل من كل شيء. لكن لو صبرت وجاهدت على إيصال أفكاري وقصصي لحقا أصبحت كاتبة مشهورة بعملي وبمكانتي وبأموالي وبمبادئي. إن لم تتوفر العيشة التي أردناها يوما فيمكننا صنعها، ويمكن خلق عالم خاص بنا وبالكتابة. كأحلام مستغني، طه حسين وغيره من الكتاب الأدبيين كثير يعني ثابروا وجاهدوا حتى أصبحوا قدوة لنا، وأصبحنا نقرأ كتبهم. أكتب لأجلك ثم دع العالم يرى كتابك. نعم، المجتمع بحاجة إلى الكتابة الأدبية وتطويرها وصنع مستقبل خاص به. كفانا اعتمادا على الغير، وكفانا فقدان ثقة. جاهد وثابر واكتب كل ما يجول بخاطرك واصنع الحدث بنفسك. كلام مقبول وجميل وعقلاني يا فاطمة. فاطمة يعني بماذا تحلم فاطمة؟ بماذا أحلم؟ أحلم براحة البال. أحلم بأن أبني مستقبل زاهر. أحلم بأن أصبح كاتبة مشهورة، وأحلم بأن أصبح أيضا مصممة أزياء. الحقيقة أن الأحلام لا تنتهي أبدا، ولكن إذا جاهدت وإذا ثبت فبالتأكيد سأصل إلى كل أحلامي. حقيقة كل ما أسعى إليه هو أن أموت وخاتمتي جيدة وخاتمتي جميلة، أن ألاقي ربي وأنا على يقين
بأن الله سيستقبلني أحسن استقبال. والله أرحم الراحمين يا فاطمة. فاطمة الزهراء حسيني، حقيقة استمتعت بالحديث معك اليوم، واكتشفت من خلال هذا اللقاء أنك تمتلكين يعني إرادة ما في مواجهة الحياة ورتابة هذه الحياة بالكتابة وبالكلمة التي تحملينها كسلاح، كسلاح أقول لمجابهة اليوم بما يحمله، وأنك كذلك يعني موهبة، موهبة موقوتة ستنفجر في سماء الأدب والكتابة والإبداع. الحديث معك يا فاطمة شيق وجميل ومؤثر، لولا أن الوقت دائما يقف بالمرصاد لكل ما هو جميل. هل من كلمة نختتم بها هذا اللقاء الجميل فاطمة الزهراء حسيني؟ بالتأكيد لكل بداية نهاية وهلك بالختام. يحدث أن يكون المرء متعبا كثيرا ولا يعلم ما به، متعبا من بقائه ما بين رغبته في الكلام وأخرى في الكتمان، ما بين القلق والطمأنينة، ما بين الأحلام والكذاوبيس. يحدث أن نشعر بالوحدة دون سبب، ويحدث أن نبكي من دون سبب. يحدث أن نظلم ونجرح ولا يتمحفن لنا جفن، لكن صدقوني ليس كل ما في خواطرنا يقال، وليس كل ما يقال مقصود، وليس كل ما يكتب واقع معاش. الحياة جميلة أيضا، ونحن من نزينها بابتسامة صادقة، قلب نظيف وتعامل حسن، ونفس مريحة وكلمة طيبة، ورضا بقضاء وقدر. فقط اصبر وتفائل، خيرا عسى الله أن يحقق مرادك. ها قد اكتملت القلائد من الفقرات بفضل رب البريات، نشرين فيه الفائدة الموجودة، فعسى أن تبعث فينا القوة والحكمة واليقين من رب العالمين. وعلى الله اعتمدنا وبه سندنا. ها نحن نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة، بينما سمعنا ما ينشف الأذان ويطرب الفؤاد، وإنه لا يعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء. يا من عز علينا أن نفارقهم ووجداننا، كل شيء بعدكم عدم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأكيد سنلتقي يا فاطمة في ظروف أجمل إن شاء الله، وفي لقاءات متكررة إن شاء الله. فاطمة الزهراء حسيني مبدعة على الطريق، أخذتنا إلى التحليق في سماء الكتابة الرحبة، ودخلت بنا حدائق الإبداع، فوقفنا معها على السيرة الطفولية الحالمة. فاطمة الزهراء هذه المبدعة التي أصرت على قطع المسافات القادمة على مضمار الأدب والكتابة بخطوة واثقة. فاطمة هذه العامرة محبة وحيوية وأملا وآمالا ومعرفة، أشكرها على تلبيتها دعوتي. شكرا لها لأنها منحتنا فسحة للوصال والتواصل. شكرا للمبدعة الصديقة فاطمة الزهراء حسيني، وتمنيتي لها بالتوفيق في مسارها الدراسي والأدبي. كانت هذه ضفاف ثقافية، أنا الأخضر بختي أحييكم كما يحييكم الربيع الجميل وراء العارضة التقنية. شكرا، شكرا لمن تابع وتتبع واستمع واستمتع، والسلام، كل السلام على من مر علينا بالسلام وعلى المحبة. نلتقي.